خلينا نبدأ في أول ترند مع صباح اليوم. تصدر هاشتاج نظام نور بعد أن انتهت الاختبارات للطلاب، ويعتبر بداء من غد الجمعة الإجازة الرسمية للكادر التعليمي. وقد أعلنت الوزارة طرق الحصول على النتائج عبر نظام نور وتطبيق مدرستي وتطبيق توكلنا. خلينا نتابع بعض تفاعل الطلاب في تويتر ونرجع لكم. كلنا بنقول مبروك النجاح، كلنا بنقوم نسهر للصباح، دامنا اليوم كلنا ناجحين، يا سعادتنا بفرحة هالنجاح. كلنا بنقول مبروك النجاح، كلنا بنقوم نسهر للصباح، دامنا اليوم كلنا ناجحين، يا سعادتنا بفرحة النجاح. كلنا بنقول مبروك النجاح، كلنا نتمنى للطلاب بجميع المراحل النجاح، وألف مبروك النجاح. أفتكر أيام زمان كيف كنا نروح ناخذ الشهادة، وكيف كانت السعادة عندنا ولحظة التوتر، تحسي زي في موسيقى تصويرية كده. وأحلى لبس، لبس العيد يا شذا، لكن حلو صراحة. يعني صحيح أنه أيامها كنا نحس بشعور مختلف، لكن اليوم الموضوع صار جدا سهل، يعني يقدروا يدخلوا يشوفوا النتائج عن طريق مختلف التطبيقات، سواء كان تطبيق مدرستي أو تطبيق توكلنا. في الموضوع صار يعني جدا سهل بالنسبة له. دائما كان في مقولة نقولها، يكرم المرء أو يهان ساعة الشهادات. الواحد يخاف الصراحة، لكن المجهود والتعب بيبان في النهاية في الشهادات. الدعم اللي كنا نلاقيه وإحنا بنستلم الشهادة، كم جبتي وكم نسبتك وكم، ونخبي الشهادة. الآن صار الموضوع حساس، يعني لا حد يسأل. لكن عموما أكيد بالتوفيق، ونتمنى النجاح لجميع الطلاب.